نعم. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، في ترجيحكم في قول الله سبحانه وتعالى في التفسير يخرج من بين الصلب والترائب، قلتم أنها تختص بالرجل من ناحية الصلب والترائب، وأشكل عليه هذا مع حديث السبق في الشبه بالمرأة، فكيف يمكن الجمع بين هذا؟ هذا ما يمنع، لأن قوله من ماء دافق، المرأة ما يمكن يكون ماءها دافق، لا يكون دافقا أبدا، الدافق هو ماء الرجل. الشبه ما يمنع أن إذا اختلط الماء الدافق بهذا أثر الشبه، ما يمكن. ولهذا في الآية قبل قليل قرأنا من نطفة إذا تم، نطفة المرأة ما تصب في قبل الرجل.